اهلا وسهلا بكم في الفيديو الثامن من سلسلة اللجوء والهجرة، وان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن النمسا. تابع معنا الفيديو للاخر، وياريت لو كنت زائر جديد ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واتمنى الافادة والتوفيق للجميع ان شاء الله. اولا الهجرة. المهن المطلوبة في النمسا هي احد اهم ركائز برنامج الهجرة الى النمسا، واللي بتعتمد بشكل اساسي على موضوع النقاط. وبرنامج النقاط للهجرة الى النمسا مرتبط بشكل كبير بالمهن المطلوبة للهجرة، وهو يعتبر من افضل برامج الهجرة في اوروبا. ودلوقتي هنتعرف على اهم المهن المطلوبة في النمسا، وهم حوالي 19 مهنة، وهم مهندسين انشاء السيارات، ومهندسين الكهرباء، ومهندسين خدمات البناء اللي هم المهندسين المدنيين، والعاملين في مجال المعادن بشكل عام، والعاملين في مجال البلاط شغل المعمار، والعاملين في مجال صناعة وصيانة الدراجات النارية اللي هي الموتوسيكلات، وده متوفر بشكل كبير في مصر وفي معظم الدول العربية، والعاملين في مجال صناعة وميكانيكا السيارات، والعاملين في مجال التكييف والتبريد، وعمال التدفئة، والممرضين والممرضات، والعاملين في مجال رعاية الأطفال، وموظفين رعاية المسنين، والنجارين ومساعدين النجارين، يعني أي حد عنده خلفية عن المهنة بشكل عام، وعمال البناء وعمال الخرسانة، والعاملين في مجال التركيبات الكهربائية، والعاملين في مجال الخراطة، واخيرا العاملين في مجال اللحام. انا شايف من وجهة نظري انها مهن كلها سهلة وبسيطة، واعتقد انها متوفرة بشكل كبير في الدول العربية بشكل عام. كل المهن دي بتحتاج للحصول على عرض عمل من النمسا من قبل صاحب عمل او شركة او مؤسسة، وكمان لازم تنطبق عليك شروط نظام النقاط. حساب نقاط الهجرة للنمسا مهم جدا، وبيختلف حساب النقاط على حسب فئة العمالة. يعني مثلا نقاط العمال المهرة المؤهلين للهجرة، الحد الأدنى من النقاط هو الحصول على 70 نقطة من الحد الأقصى اللي هو 100 نقطة. أما نقاط العمال المهرة التي تشهد نقصا في النمسا، يعني اللي هم محتاجين لها مش متوفرين عندهم بشكل كبير، بيكون الحد الأدنى الحصول على 55 نقطة من الحد الأقصى اللي هو 90 نقطة. وده يعتبر برنامج الهجرة للنمسا من خلال المهن المطلوبة وحساب النقاط. في كمان طريقة تانية، وهي تأشيرة البحث عن عمل في النمسا، وهي تقريبا تعتبر نفس النظام اللي اتكلمنا عنه بالنسبة لألمانيا في الفيديو اللي قبل كده. والفيزا دي بتكون مدتها 6 أشهر تقريبا، وبتمكنك من الدخول للنمسا للبحث عن عمل، وده كده يعتبر الطرق الشرعية للهجرة للنمسا للعمل. نيجي بقى للجزء الثاني من الفيديو، وهو اللجوء. إجراءات اللجوء في النمسا سنة 2019 اختلفت كتير عن السنين اللي فاتت، خصوصا سنة 2015 اللي كانت تعتبر الأفضل بالنسبة للاجئين في أوروبا كلها. بعد 2015 وتحديدا نص 2016 اختلفت نظرة النمسا للاجئين بشكل عام، لحد ما وصلت فعلا لمرحلة سيئة جدا بالمقارنة لما كانت عليه من قبل. ودلوقتي هنتعرف على كيفية تقديم طلب اللجوء في النمسا، وكمان أماكن اللي ممكن تقدم فيها الطلب، وكمان هقول لكم على الأوراق المطلوبة وفرص الحصول على لجوء إنساني لسنة 2019. أولا قانون اللجوء في النمسا لسنة 2019. طلب اللجوء للنمسا بشكل عام هو مجرد بداية، لكن المرحلة الأصعب والأهم هي عملية قبول طلبة. وزي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت، علشان تضمن قبول طلبك لازم تقدم إثباتات وأدلة مادية قوية، لأن ببساطة الأسباب اللي ممكن أنت تقولها كطالب لجوء ممكن أي حد تاني من أي جنسية يروح ويقولها، وممكن يقول إن هو جنسيته مختلفة أصلا. في حاجات كتير بتتعمل وفي طرق كتير دلوقتي، وده اللي صعب موضوع اللجوء دلوقتي. بقوا بيشترطوا لازم يكون معاك أدلة، وأدلة قوية زي صور أو فيديوهات أو قضايا أو خبر اتنشر عنك في الجرائد فيه اسمك، كل الحاجات دي بتدعم طلبك. وأسباب اللجوء للنمسا طبعا زي كل الأسباب اللي موجودة في كل الدول الأوروبية وتقريبا معظم الدول في العالم، واللي هي إنك خايف ترجع لبلدك لأنك مهدد مثلا بالقتل أو السجن أو التعذيب أو الاضطهاد، أيا كان الاضطهاد، ديني أو جنسي أو عرقي أيا كان نوعه، أو مثلا إنك مهدد بالسجن بسبب انتمائك لأي جماعة سياسية أو إسلامية غير مرغوب فيها في بلدك، أو إنك ناشط سياسي مثلا ورأيك المعارض للحكومة أو للدولة بيعرضك للخطر، أو إنك بتعتنق دين غير مقبول في بلدك أو في المكان اللي إنت عايش فيه، أو إن عندك أفكار إلحادية أو أفكار دينية متنافية مع اللي موجود في المكان اللي إنت فيه، أو إن بلدك بتعاني من الحروب والصراعات والاقتتال الداخلي. وأعتقد إن ده بيكون أقوى شيء، لأن ده بيكون واضح ومعروف لكل الدول. يعني لو انت عندك حرب او بلدك في حالة حرب او في عندك مشاكل، بيكون كل الدول عارفة الكلام ده، وبيكون ده واضح مش محتاج دليل. لكن لو عندك اي سبب تاني شخصي مش معترف به، فلازم يكون معاك دليل مادي عليه.
وهي دي أبرز أسباب اللجوء في كل الدول بشكل عام. نيجي بقى بالنسبة لأماكن تقديم طلب اللجوء في النمسا. أولا وقبل أي شيء، زي معظم الدول اللي اتكلمنا عنها قبل كده، لازم أول شيء تكون موجود على الأراضي النمساوية، وتقدر بعدها تقدم طلبك على الحدود النمساوية أو فور وصولك لأي مطار من المطارات أو أي مركز شرطة داخل البلد. النمسا بتقبل أي وثيقة رسمية معترف بها تثبت هوية وجنسية طالب اللجوء، زي مثلا جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو النسخة الأصلية من عقد زواج أو رخصة قيادة أو وثيقة شهادة جامعية أو شهادة أداء الخدمة العسكرية في بلدك. بالنسبة لبصمة دبلن في النمسا سنة 2019، لو توفر في طالب اللجوء كل الأسباب اللي ذكرناها قبل كده وكل الملف بتاعه سليم، لكن بصم قبل كده في دولة من اللي ماضيين على اتفاقية دبلن، فالبصمة دي بتكون كفيلة انها تنهي كل شيء. يعني ببساطة هيتم ترحيلك من النمسا الى الدولة اللي انت بصمت فيها اخر مرة، لان قانون الدبلن بينص على ان يتقدم طالب اللجوء لاول دولة يصلها بطلب اللجوء. يعني اول دولة توصل ليها من الدول الأوروبية لازم تطلب لجوء فيها. ما ينفعش ان انا اوصل مثلا ايطاليا واروح من ايطاليا اطلع على هولندا او على بلجيكا او اي النمسا او اي دولة تانية واطلب فيها اللجوء، لان انا معروف ان انا وصلت في ايطاليا وبصمت في ايطاليا. لو وصلت في ايطاليا وما بصمتش وعرفت تعدي منها لدولة تانية تمام، لكن لو بصمت فيها هي او اي دولة تانية انت كده مرتبط لازم تقدم طلب لجوءك فيها بالتحديد. نيجي لمعالجة طلب اللجوء. المفروض والمتعارف عليه بيتم معالجة طلب اللجوء في فترة من 4 شهور لست شهور من تاريخ تقديم الطلب، لكن في الواقع معالجة الطلبات في النمسا بتعتمد على اعداد طالب اللجوء. يعني ببساطة كل ما كانت الاعداد كبيرة كل ما كانت مدة معالجة الطلب بتكون اكبر، ومن المفترض ان الفترات دي تكون اقل حاليا بسبب الانخفاض الكبير في عدد طالب اللجوء للنمسا. لكن ده ما يمنعش ان في بعض الاحيان الحكومة النمساوية بتبرر التأخير ده بان في طلبات عالقة من الاعوام السابقة. نيجي لقبول طلب اللجوء. اذا تم قبول طلبك للجوء للنمسا هيتم منحك حق اللجوء الكامل او الاقامة المؤقت، وطبعا هيتم منحك مساعدات مادية، ودي بتختلف من شخص لاخر لكن مش بشكل كبير. ده غير طبعا ان هيكون ليك الحق في التعليم والعلاج والاندماج في المجتمع بشكل عام. كمان هيكون ليك حرية ابداء الرأي بحرية وديمقراطية بدون الخوف من اي شيء. بالنسبة لرفض طلب اللجوء، اذا تم رفض طلبك للجوء للنمسا تقدر تقدم طعن على القرار في المحكمة الادارية للتحدي، وقرار المحكمة ده بيكون ليه 3 اشكال: اما قبول الطعن المقدم ومنحك حق الاقامة واللجوء في النمسا، او قبول الطعن ومنحك حق اللجوء والاقامة المؤقتة، او طلب اجراء تحقيق اخر معك. وبعد اجراء التحقيق ممكن تقرر المحكمة منحك حق اللجوء او رفض طلبه، وفي الحالة دي تقدر تتقدم بطعن تاني في المحكمة الإدارية العليا في النمسا. وبعد الطعن لو رأت المحكمة ان القرارات السابقة غير منصفة تقرر إعادة التحقيق معك مرة أخرى بخصوص اللجوء. أما إذا رأت المحكمة ان القرارات السابقة كانت منصفة فبيتم رفض طلبك مرة أخرى. وفي الحالة دي مش بيكون قدامك غير حل من 2: يا إما ان انت تشوف محامي توكله ويشوف لك أي حل تاني للبقاء في البلد، أو انك تغادر البلد في خلال المدة اللي بتحددها لك المحكمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بالنسبة للهجرة واللجوء للنمسا، وأتمنى يكون مفيد بقدر الإمكان، واستنونا مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات اللجوء والهجرة. ولو في أي بلد معينة حابين إن احنا نتكلم عنها ياريت تكتبوها في التعليقات، ونتقابل على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله.